مركز وحاتم وقت الاحتلال وقت الاحتلال وامه ومركز صوحة على الطيق نفتي سبحانهني صلى الله عليه وسلم وحاب الله وده وقت الاحتلالي عائشة رضي الله عنها وهي أسكي ستي رسولك أنت الوا في ستي ويساء سقوس وسيحسي يا ما شري ناسا هرت يا قلنا كركولا بيجون كيس صارت ساس أودن كيس ذي سبحانه صلى الله عليه وسلم والتعقفت الله عن ذا يكورن هذه بل كور الشيخ أي مركز وحدي جت إن من يعمل الله علي أن رسول الله توفي بين بيتي وفي يومي وبين سحب وبين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم إلهي يقول نعمي وحكمه إنه النبي الله أفسرين قولي يا جيل كل أحد أنت نو بدأ دمار أنتوا علي إلى بري جيرانا إن أي أحد مركو دمار إنك سوى هبنا هاي ولا جو لكن هبنا كاو دمار هاي مال أنت هبنا كقولي يا كسوى يلا ها يا أحد بيلان كل كاسو خلنا تكلم هذا بين النحري والسحري نبتدي يطلون تيجي الله بدح الله يا نفتك يا رب حضي صلى الله عليه وسلم وأن الله جمع بين ريقي وريقي عند موته مركو لمن آينا أني عندوفتي دي عندوفتي سنة وي كل من وسيكو كل من ولكن عبد الرحمن مع الناصر وقالي أصوه ربي قعانت قوته أصوه ربي أرسولك يقول دنقي سيهاي إنه يقول كتك الرمي مركاسان أوي شعره واحد مكاية قال الرمي أربو إيرها إيقات وأن أوي أربو الأرسول waa loo nugule marka loo nugule urugule yaa iga qaaday amigaas oo si fiican u rumaysay halkaana waxa kulmeen riiqdiisa andhuftaydi andhuftiisa subhanahu sallallahu alayhi wa sallam si fiican la yaabay yu u rumaysay markuu si fiican u rumaysay ayuu wuxuu guda galay inuu biyi aqtiisa yaalo inta gacanta saa u dhaxso inuu wajiga saa u marsado gacanta saa u dhaxso inuu wajiga saa u marsado markaas uu xulay la ilaaha illallah إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله والموت سكرات مقبا رسولك أني با سدا سكرات يا أقبت أدنتك وما عدا أن فرق من السواك سدا ظهر ميق أسي بواي سميق ساوسي بواي حتى رفع يده أو أصبعه وشخص بصره نحو السقف فرتو ساوتاي أما قعنت يوساوتاي حق كر يوندها أوتاي وتحركت صفتاه لبني فرويان ودقاجي فأسقت إليه عائشة عائشة أفكي دكت أسارتي وهو يقول أسوله مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى الله أكبر الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون أكبر مصيبة أصابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كريد رسولك صلوات الله وسلام عليه مع الذين أنعم الله عليهم أنت إلهي والنعمة والنبياشي أصلابها والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى اللهم إلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى رفيقه وربه صلوات الله وسلام على ربي كلمة سوكوع العلي النبي واللحق بالرفيق الأعلى كل كاسو وحو هلالي رفيق الأعلي سيبو هلالي إنا لله وإنا إليه راجعون ثم انتقل إلى رفيق الأعلى إنا لله وإنا إليه راجعون دعلاس مروكت بضم حياة دعلين مع الأسنين والله بيه التبنات بش مولود أيها سنة مركوها كوم يتبنكي سوى بليه صلوات الله وسلام عليه أسوى أتام نغطي سيدعي الحلصة هي أفر مال موت سيدعي الحلصة هي أفر مال موت دي ولا لله سبحانه عز وجل ورسولك عز وجل ومدي أمة الإجابة ونغده وقرانك أنك قيب قال له معوه هاي شفاعة ديسة أنه لنا إلهي يقولوا إياهي وحب لا يبقى بينه إلا نسيب معنا يالن إنا لله لأنه نبي صلى الله عليه وسلم مركي ورسولك قيري وانتقل إلى رفيق ربه وقولي إياهي وحي نقول مالنت أول مروب بنات قرح ذا إكدنتي مسلمين تأسحابتها مقالة المدينة جوغين رضي الله عنهم
وحليهاي ما لنتاس ما لنتو النبي إنه إيمانا مكو كسرها جلاي وحليها أحسن يوم وأضوى يوم من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنتو أفرح بالنيل طلع البدر علينا من ثليات الوداع ما لنتو هجلت كي ما غيرهد ما لنتو قابط أوفال حمد أو مريبين وما لنتو النبي عليه الصلاة والسلام مركو النبي عليه الصلاة والسلام فاضم وحيتري يا أبتاه أجاب ربا دعاه ربي يا أبيه يو ربي يسمع ويروس أقبلي يا أبتاه أبيه يو من جنة الفردوس مأواه جنة الفردوس مئيسة يا أبتاه أبيه يو إلى جبريل ننعاه ملك جبريل بقى أخبر قيريا دنينا أو ملك جبريل يا ماشا كسا لقوه يو ملك جبريل بقى دهينا رسولك ودنتي سلا سيله رضي الله تعالى عنه وارلاها مركا هلكا أنكو جو جنو أنا وبركو ختمي دونه سيدي أنت أكدم بيساء تجهيز كيس أي مسلمين أنت أي حلالين سيدي جناسة أو تكذين سيدي قبرك أو قذين.